الطونك اللي حطوا لنا خويا ام ان ام غتجيبو والله ما غيخرجها. شوفوا بي ديال الباك بزاف امشي بزاف والعربيه شحراني انا يعني في الصباح بزاف بزاف. المهم لونغلي خدمنا فيه بعد شويه وباقي غدا الفلسفه وصافي يكون خير ان شاء الله. حنا جايين اصلا على قبل تيتي الساعه ما كاين لا تيتي لا والو. ما درت والو اختي جيك الصراحه اختي ضروري اختي راه الباك اختي داير اللي اهميه بزاف في المغرب صحاب هو شي حاجه اللي مع شنو وكاين هو صراحه هو راس الخيط فهمتي. كاين اختي اللي ما يمكنوش اختي يشد الباك اللي كاين اختي اللي ما عندوش والد يدوزو ليه السوايع كاين اللي طراو ليه شحال من مشكل فهمتي. واختي نتمناو اختي كاع ولاد الشعب وكاع كاملين اختي ننجحوا. كانت شويه نخفوا معاكم شويه الغش لا اختي لا الصراحه جيت انا اختي في الطاوله الاولى اختي فهمتي. انا زهر اختي عارفه كيفاش داير لا اختي ما الاستاذ اختي واقف عليه داير فيها في الاخر يضحك لي تقول لي ان شاء الله يكون خير. شفتي شي وحدين كيغشوا كاين شي كاين كيتين دايرين الكيت والله يعاونو ما خاوكاك كانت نقل ولكن هما ما خلاوناش نقلوا علاش الله اعلم خلاها الساب لطفي كلشي يكمل واللي راجل راجل اللي جاب النقله كينقل انا ما جبتهاش انا ما جبتهاش اما اللي جايبه راه كينقل بالصغير والتليفونات لا حاجه باينه. دابا والديك قالوا لك الا نجحتي شنو غيعطيوك؟ جلسات اصاحبي قالت لي هو دابا غنمشي لتركيا غنصيف تما يحرق فهمتي العبد الراجل حقيقي دابا شنو المهم عندنا انا ما والو باغي نفرح الواليده فهمتيني ارضا وبغشي وباغيين يشوفونا مزيان صافي هادشي اللي كاين حتى شي حاجه قلت لك شنو غيعطيوك الا نجحتي؟ ديك الساعه حاجه اخرى ديك هضره اخرى شنو غيعطيوك؟ زوجوها قالت لك ماما وعدت عندي حفله كبيره ودقيق يا ولدي ماما وعدتني والو والو المهم نجح وصافي فهمتي. المهم غتشدي الباك وصافي. كاين شي زرده؟ كاين مرحبا بكم